صامت لو تكلم، عنيد ومشاكس بهدوئه، ابتسامته لا تفارق وجهه فتضفي على ملامحه صفة لا يعرفها ألا وهي الهدوء. صادق حد الموت، متمرد منذ طفولته، ساكن للاعتقالات منذ الصف التاسع الإعدادي، ومنذ ذلك اليوم يطلق عليه لقب أسير محرر مع وقف التنفيذ. أناني بوطنيته، نرجسي بنضاله، أبو حنون حد التعويض عن غيابه غير القصري عنهم، بات حلما رطبا للحركات الصهيونية المتطرفة، إرهابي مع سبق الترصد، قضى نصف حياته في الاعتقالات والسجون، فهل هذا يضفي عليه صفة المناضل؟ إنه ابن الحكيم جورج حبش، إنه الأسير المحرر مؤقتا والأمين العام لحركة أبناء البلد سابقا، محمد كنعاني أبو أسعد. من أنت؟ كيف تعرف نفسك بكلمة واحدة؟ أنا إنسان ثائر ومتمرد. أنت أب لشابين وثلاث شابات، ولكن من خلال متابعتك نرى أنك أب لثلاث شابات فقط. في كل مظاهرة وفي كل مناسبة وطنية نراك محاطا بهن، حتى في صفحتك الشخصية بالفيسبوك نرى صورك فقط مع بناتك. لماذا؟ هل هي أجندة ورسالة اجتماعية؟ أم هو ضعفك الفاضح أمامهن؟ أم هو تعويض لغيابك عنهن؟ هو كل الذي ذكرتي هو محاولة للتعويض، وأيضا هو عشق زائد وكبير لبناتي بالتحديد، وأيضا رسالة اجتماعية. أنا أدعم بناتي في كل شيء في حياتهم، وطبعا في إطار التربية التي أعتقد أنها الصحيحة، والأهم هو التعويض عن سنوات الغياب في اللحظات الحرجة من حياتهن، خاصة في المدارس وفي مشاكلهن الاجتماعية. محاولة للتعويض موضوع صعب بالإجابة عنه. إذن سنوات في الاعتقالات وفي سجون الاحتلال، خسرت سنوات من عمر نمو أبنائك، براعمك، حرمتهن من تواجدك في أشد لحظات الحاجة إليك، مثل ولادتهم، أعياد ميلادهم، حفلات تخرجهم، الأعياد، المناسبات الدينية. ألا ترى أنهم دفعوا ثمنا لنضالك؟ ألا تعتبر أن هذه أنانية؟ يعني بالعربي ما ضل بالميدان غير حميدان؟ نحن أول مرة نرى أبو أسعد يبكي. مش قادر أحكي. أنا ضعيف أمام بناتي بالتحديد وعائلتي. أنا لست أناني، وبناتي رغم صعوبة حياتهن لكن هم راضيات ويسيرون على دربي. أين أبنائك؟ مناضلات. نعم. أين أبنائك؟ حكيم وأسعد. وأبنائي أيضا حكيم وأسعد. إذن لننتقل. لننتقل ربما لموضوع أقل. زوجتك أمال أم أسعد امرأة متزوجة بساعات الفراغ كما كل زوجة لقائد، أو بالتحديد بساعات حريتك القليلة.
ألم تشعر هذه المرأة يوما بالغضب الشرعي والرفض الإنساني لأنانيتك وخيارك الأول والمعلن أن الوطن والنضال وأبناء البلد هما الأوائل؟ لو لم تكن زوجتك ابنة عمك، هل ما قبلت بهذا الوضع؟ قد يكون قد تركتني منذ زمن بعيد. أنا خياري الأول هو الوطن، كان وما زال وسيبقى. رغم شدة حبي لأبنائي، فأنا بإيماني أعمل للوطن ليكون مستقبل أفضل لأبنائي أولاً ولكل الأجيال. هذه قناعاتي الشخصية وإيماني. نعم، قد تكون غضبها شرعي جدا، فأنا غبت سنوات طويلة عن البيت وعن معظم المناسبات المهمة في حياتنا العائلية، ولكني لست نادما لأنني مقتنع بما أقوم به، وأؤمن حد الموت بمبادئي وأفكاري وبضرورة العمل والنضال. إذن للموضوع الآخر، وهو يخص أيضا السيدة أم أسعد. إشاعات أثيرت حولك عن علاقاتك النسائية المتعددة، هل هناك دخان من غير نار؟ وإن كان، من له المصلحة في إطلاق هذه الإشاعات؟ لا مصلحة لذلك إلا لأجهزة السلطة وخاصة الشباك وأعوانه. حتى من يسمون بالوطنيين فهم أعوان الشباك حين يطلقون مثل هذه الإشاعات على الشخصيات المناضلة، كانت من تكون وليس أبا أسعد فقط. ذكرت يوما أن هذه الإشاعات تطلق من بعض الأحزاب السياسية، هل تتهم أن بعض هذه الأحزاب السياسية هي متعاونة في نقل الإشاعات من الشباك؟ نعم، هناك عناصر من هذه الأحزاب، لا أريد أن أتهم الأحزاب بالتحديد، هناك عناصر وشخصيات وأنا أعرفها بالاسم، ولكن لا أريد أن أذكر أي اسم هنا. ووصلت هذه الإشاعات أيضا إلى مسامعي عبر أصدقائي، وخاصة من التجمع الوطني الديمقراطي، وهذا مؤسف أن يتناول بعض الشخصيات بين مزدوجين الوطنية إشاعات من هذا النوع بدل مناقشة الأفكار السياسية والخلاف السياسي بينها وبين غيرها من الشخصيات الفعلية. أبو أسعد، لننتقل للسؤال الأخير من المحور الشخصي. أنت بكر أمك ومعروف بعشقك لها وضعفك أمام انكسارها دمعا. ابنها الآخر حسام يقضي من عمره حكما بعشر سنوات في الأسر الإسرائيلي. أم محمد أصيبت بالسرطان، حاربته لوحدها بعيدا عن أبنائها. كيف مرت لياليك وأيامك بعيدا عن أن تكون سندا لرأسها؟ كانت أيام وليالي صعبة جدا. أنا المعروف يعني بصلابتي وقوتي بكيت في كثير من الليالي في السجن، بكيت صامتا تحت الدثار وأنا أتذكر أمي ومرضها قبل اعتقالي وضرورة وجودي إلى جانبها، ولكن أيضا هذا جزء من الضريبة التي ندفعها كشعب، وأنا باختياري وبإرادتي اخترت هذا الطريق. ولكن بالرغم من كل تضحياتك، كما تسميها أو نسميها، قوبلت بالغدر من قبل بعض الرفاق في أبناء البلد، طلبوا بإقالتك واستقالتك لأنك تمثل الحكم الأبوي في هذه الحركة حسب ادعائهم. كيف أثر عليك هذا الانقلاب أو محاولته إن صح التعبير؟ هل ترى أن مصطلح الحكم الأبوي ممكن أن يترجم بالنرجسية الوطنية؟ لا أسميه غدرا، فالرفاق لا يغدرون رفاقهم. كان هناك خلاف حاد داخل أبناء البلد، وبعض هناك البعض الذي حاول أن يستغل غيابي القصري بسبب الاعتقال، وهذا الذي أثر نفسيا فيه وليس محاولة الخلاف أو الاختلاف معي شخصيا في قيادة التنظيم.
أنا أعتقد بأن الخلاف داخل التنظيم شرعي جداً. بعض الشخصيات التي افتعلت الخلاف معي هي غير موجودة على الساحة حالياً، وليس لأنني أحمل صفة الحكم الأبوي، فأنا أفتخر بأنني أحمل الأبوية تجاه رفاقي ورفيقاتي الشباب والصبايا خاصة، وسأبقى كذلك ما دمت حيا وليس ما دمت قائدا في هذا التنظيم. فأنا قائد ليس كأمين عام لأبناء البلد، وإنما كعضو فاعل في الحركة الوطنية وبالتحديد في أبناء البلد. كلكم شلعوطين ونص أو ما بتملوا باص، مقولات تتردد من بعض الأحزاب والأشخاص، هل فعلا وبعد كل هذه المراحل التي مرت بها أبناء البلد من انشقاق ووحدة بين قوسين وانقسامات واستقالات وخيانات، ما زلتم تؤمنون أنكم على الساحة الوطنية فاعلون ومؤثرون؟ هل تترجم وطنيتكم بالتظاهرات، المظاهرات، الاعتقالات؟ هل هذه الأجندة ستحقق تحرير الوطن؟ أين الإنسان وبنائه في أجندة أبناء البلد؟ نحن الأقوى على الساحة العربية في الداخل، فالقوة ليست بعد الأصوات في صناديق الاقتراع. نحن الأقوى لأننا نحمل هم الشعب الفلسطيني بالعودة والحرية والتحرير. نحن الأقوى لأننا امتداد لهذا الشعب بحركته الوطنية، ونحن الأقوى لأننا امتداد للأمة العربية، وهذا نحن جزء من هذا الشعب وهذه الأمة. ونعم يقال بأننا كما قلت شلعوطين ونص، ولكن نحن نحرك الشارع، نحن نقود الشارع في المظاهرات وفي العمل. نحن أول من رفع العلم الفلسطيني ودافع عنه، نحن أول أين من بناء أحيا الإنسان؟ ذكرى النكبة في الداخل الفلسطيني، نحن أول من تحدث وعمل على الوعي الجمعي الفلسطيني، ونحن نعمل من خلال نشاطنا المكثف في قضايا كثيرة لها يعني علاقة. هل تعيش أبناء البلد على التاريخ؟ لا. هل هناك أجندة لبناء مستقبل؟ نعم، نحن نعمل ونسعى من أجل محاربة كل الظواهر التي قد تهدم الإنسان كما ذكرت في مجتمعنا العربي. نحن لسنا مثاليين ولا نملك كل الوسائل، نحن نحاول. يعني أنتم تحاربون الهدم أو محاولات الهدم عن طريق البناء، أم فقط تحاولون؟ نحن نحاول أن نبني ونسعى لكي نبني عبر مؤسسات عديدة وعبر الجمعيات وعبر نشاطات وفعاليات من خلال، والأهم أنا أعتقد بوجهة نظري المعركة الأخيرة في أمام الحملة لهدم الإنسان العربي في الداخل الفلسطيني هي المعركة على الوعي، والوعي هو الحصن الأخير، الوعي السياسي والاجتماعي هو الحصن الأخير. إذا خسرنا الوعي فخسرنا كل شيء، وهذا مهم. وأنا أعتقد بأن الحالة الشبابية التي نشهدها اليوم على ساحتنا في الداخل، نحن لنا الفخر بهذه الحالة ومع كل الآخرين الذين ينشطون في هذا المجال أيضا. الحرب التاريخية بين أبناء البلد وبين حزب التجمع، ما هي أسباب هذه الحرب؟ في شعف عامر مثلا اتحد أبناء البلد بكل قوتهم مع التجمع ضد مرشح الجبهة. في الناصرة اتحد أبناء البلد مع الجبهة ضد تحالف القوى الوطنية مجتمعة وسبحوا ضد التيار. لما هذا التناقض في المواقف؟ هو تناقض أم تشتت وضعف في قيادة أبناء البلد أم ماذا؟ ليس تناقض. التجمع الوطني الديمقراطي ليس عدوا، بل هو خصما سياسيا بالنسبة لأبناء البلد. هكذا كان وهكذا سيبقى. نحن نختلف في بعض الرؤى والمواقف السياسية، ولكن للأسف الشديد هناك محاولات كانت من قبل التجمع في أكثر من مرحلة لشطب أبناء البلد عن الساحة. وكما هو معروف أبناء البلد كان لها دور في تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي على قاعدة أنه حزب غير برلماني وحزب مناضل في الداخل الفلسطيني ولا يذهب إلى انتخابات الكنيست، ولكن حصل ما حصل. ونحن نأسف لهذه الحرب القائمة بين مزدوجين بين أبناء البلد والتجمع في بعض المواقع. نحن وأنا شخصياً
أنا شخصيا أنا قلت بأن التجمع حاول شطب أبناء البلد، وطبعا محاولة الشطب تم الرد عليها من قبل أبناء البلد والصمود، وأبناء البلد لا يمكن شطبها، لم يستطع جهاز الشباك وإسرائيل بعظمتها أن تشطب أبناء البلد، فلن يستطيع أي إنسان وأي حزب أن يشطب أبناء البلد، لأن أبناء البلد لها أجندة تختلف عن أجندة كل الأحزاب العربية في الداخل. في شفا عمر نحن دعمنا وما زلنا ندعم هذا التحالف، وندعو إلى تحالف كل القوى السياسية لما فيه مصلحة الناس، لما فيه مصلحة البلد، وليس لما فيه مصلحة هذا الحزب أو ذاك. علاقتك مع الحركة الإسلامية من خلال متابعتي لما تكتب ولصدق مواقفك الوطنية والمستفزة في كثير من الأحيان، نراك صامت وعلى كثير من مواقف الحركة الإسلامية المخالفة لمبادئك وانتماءاتك الوطنية والعربية والعقائدية. أين أنت من قضية محاولات الحركة الإسلامية في رسم الأجندة الثقافية في المجتمع الفلسطيني؟ أين أنت من محاولاتها كما تتهم الحركة بنشر ثقافة، يعني تتهم الحركة بنشر ثقافة التكفير؟ أين أنت منها في موقفها المعارض لموقفك من سوريا؟ أين أنت منها ومواقفها وعلاقتها مع قطر وأتباعها؟ هل جرأتك ومقولتك تتغير حسب الزمان والمكان، أم إنها دبلوماسية لا تليق بقائد ومناضل عنيد؟ هي ليست دبلوماسية، أنا أعلنت موقفي في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان، وحتى كتبت هذا الكلام في مقالاتي الأسبوعية قبل عامين، بأن الأحزاب العربية في الداخل قد رضخت في كثير من الأحيان لأجندة الحركة الإسلامية في داخل المتابعة، وهذا كان خطأ. مثلا على سبيل المثال، أنا انتقدت أبناء البلد وعندما وافقت على عدم وجود برنامج فني في يوم الأرض مثلا، أو عدم وجود عريفة لاحتفال يوم الأرض، وأيضا أنا أنتقد كل العلاقات مع قطر، وأعلنت هذا في أكثر من موقع. أنا لا أهادن، علاقتي مع الحركة الإسلامية وبالتحديد مع الشيخ رائد صلاح كانت علاقة وطنية، علاقة من خلالها أنا أؤمن بضرورة الوحدة الوطنية، وما زلت أؤمن بضرورة الوحدة الوطنية. وفي بعض المواقف وفي بدايات الأزمة السورية بالتحديد كان لي صمت حول الموضوع، لأنني كنت أعتقد بأنه على الحركة الإسلامية أن تراجع، وما زلت أعتقد أن تراجع موقفها. فلا يمكن، وكتبت هذا الكلام، لا يمكن لإنسان أن يقف مع قوة تدعي الثورة وهي تدعم من قبل أمريكا وإسرائيل وقطر، وهاجمت كل من يتلقى الدعم من قطر، الدولة الأكثر رجعية في العالم والأكثر عمالة في مجتمعنا في وطننا العربي. وهذا الهجوم بطبيعة الحال موجه لكل الأطراف، للحركة الإسلامية وللتجمع ولغيرها. فأنا لا أهادن، أنا أحاول وما زلت أحاول أن تبقى بوصلتنا الموحدة هي الدفاع عن قضايانا في الداخل الفلسطيني. أما في القضايا الوطنية العامة فلا مهادنة لا مع الحركة الإسلامية ولا مع أي إنسان آخر. أنا مع سوريا، الشعب والنظام في مواجهة المؤامرة، وكان من كان يقف معها، وأنا ضد موقف الحركة الإسلامية وأعتبره موقف يعني متهادن وخطير جدا على مستقبل الأمة. في صفحتك في بالفيسبوك كتبت ما قلته وصرخته وعبرت عنه في الاجتماع التحضيري للمؤتمر المناهض للخدمة المدنية. كتبت وتساءلت صوتا وكتابة. سؤالي، أنا أقتبس هنا ما كتبت، سؤالي أو طلبي من قيادة الأحزاب ورؤساء وأعضاء المجالس والبلديات العربية والناشطين، كل باسمه، من يملك سلاحا في بيته، من له صلة صداقة شخصية مع خور التجنيد وما زال يحافظ عليها، من يمتلك أخوته سلاحا مرخصا ويستعمل في الأفراح، من يمتلك بارودة صيد مرخصة، من يسمح لدخول المجندات إلى مدارسنا العربية. هذا السؤال مفتوح إلى الحاضرين اليوم في المؤتمر والناشطين في أحزابهم وجمعياتهم الممولة إسرائيليا وأمريكيا. ارفض فأنت لست خائن. من تقصد بالتحديد؟
هل تتهم القيادة أو بعضاً منها بالعمالة المستترة أو بالخيانة؟ نعم، أنا أتهم بعض القيادات العربية ورؤساء أو القيادات الأحزاب العربية ورؤساء مجالس محلية، جزء منهم، أنا أقول كلمتي ولا أخاف من أحد كما يعلم الجميع، جزء منهم جواسيس وعملاء خدموا السلطة في السابق وخدموا الشباك في كثير حتى في الدول العربية، وهؤلاء رؤساء سلطات محلية عربية اليوم يأتوا ليقرروا أجندة وطنية للمجتمع العربي لا يحق لهم، وللأسف الشديد نرى هؤلاء الرؤساء يتعانقون مع قيادات الأحزاب، لأن الأحزاب تريد أصوات في البرلمان. هناك معلومات تقول بأن جمعيات تنشط في قضايا محاربة التجنيد والخدمة المدنية تتقبل وتقبل وتأخذ أموال من أمريكا ومن إسرائيل ومن مؤسسات إسرائيلية. لا يمكن هذا، أنا أسميه عهر سياسي. هذا العهر السياسي ينخر في مجتمعنا وينخر في هيئاتنا القيادية في المجتمع العربي، لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء للسلطات المحلية العربية في البلاد، وفي النهاية هذه هي القيادة السياسية. للأسف الشديد هناك قيادات في أحزاب عربية لها علاقات مع خور التجنيد، وهناك قيادات أيضا تكون موجودة عندما يتم إطلاق النار في الأعراس. لا يمكن أن أحارب السلاح وأنا أكون متواجد في الأعراس والسلاح يطلق الرصاص في هذه الأعراس وهذه المناسبات ونبقى متواجدين. هذا لا يسمى إلا بالعهر، هذا خيانة للمبدأ، خيانة هل تجرؤ؟ أنت قلت أنك لا تخاف ولا تهاب أحدا وأن الوطن هو بوصلتك الأولى. نعم. محاربة هؤلاء الخونة والعملاء هي بفضح أسمائهم، هل لك أن تذكر أسم؟ لا، ليس لي أن أذكر، ليس لأنني أخاف منهم وهم يعلمون، وأنا أقول هذا الكلام في كل مكان، وأنا أعرف لماذا، أنا أدرك لماذا لا أقول هذه الأسماء، ولكن الناس تعلم عمن أتحدث وهذا يكفي. يجب أن نقرع الجدار، يجب أن نقرع، ندق الخزان، نقرع الجدار ونحن بداخله ومستمرين في البقاء في داخله. لا، نحن نريد أن نقرع الخزان وندق الجرس لتثور الجماهير على هذا الواقع، لنحاول أن نغير. ممنوع أن نبقى صامتين في هذا الموقع، في هذا المكان. لننتقل إلى الصمت الإنساني، الدهاليز الإنسانية سأطرح عليك ولكن بأجوبة قصيرة جدا. خيباتك الإنسانية، خيبات أبو أسعد الإنسانية ما هي؟ بعيدا عن السياسة. لا يوجد لي خيبات إنسانية. أنت إنسان. أنا إنسان، أنا يوجد لدي غضب إنساني، أنا أغضب عندما أرى الفقر. أكثر شيء يغضبني هو الفقر والحاجة. أنت فقير؟ أنا لست فقيرا، أنا غنيا جدا بما أملك من إيمان وإرادة. خيباتك الإنسانية أبو أسعد، أنت تحاول دائما الهرب من النقطة الإنسانية التي تخص أبو أسعد. مما تخاف؟ أخاف من المجهول ومن المستقبل. متى تبكي ومن تختار ليمسح دموعك؟ إذا رأيت طفل يبكي فأنا أبكي، وإذا رأيت إنسان ضعيف يبكي وخاصة إذا كان رجلا فأنا أبكي، وإذا رأيت امرأة تبكي فأنا أبكي، وأكثر شيء يبكيني عندما أتذكر أمي بالتحديد وأنا في السجن ومرضها، وأنها عندما تقول بأنني تعذبت جدا. بالأمس أبكتني مثلا، بالأمس فقط عندما قالت لي
أنت لا تعلم بأنني قبل أكثر من 35 عام أخوالك أخوالي أخذوها على دكتور نفساني لما اعتقلت وأنا ولد أول مرة. أنا بعرفش هاي المعلومة امبارح عرفتها أول مرة فبكيت. أنا ببكي لما بشوف أمي وبسمع أمي. مين بتختار يمسح لك دموعك؟ أنا بمسح دموعي لحالي عادة. اللي بيمسح لي دموعي في النهاية هو صبري وإيماني وإرادتي. ما الذي يشعرك بعقدة الذنب؟ غيابي عن العائلة بالتحديد البنات. بس فيش شيء ثاني من عقدة الذنب. أنا بحاول دائما إني أكون بحاول إني أكون قوي لأنه لازم أكون قوي. بمن تثق؟ كثيرين ولا أحد. كم مرة كذبت في حياتك؟ كثير. المخابرات دائما بكذب. ماذا يقول عنك أصدقائك المقربون؟ يعني أنا بعرف إنه أصحابك بتمنوا إنك تنحبس مثلا وبقولوا إنه أريح لنا إنه ضل جوا عشان هو برا بضل مشغل. أصدقائي المقربون يثقون بي جدا وأنا أثق بهم أيضا ويحبونني ويعلمون جيدا بأنني أنا يعني هو حديث عن بحبش أحكي عن حالي يعني بس إني بعرفوا كثير إنه أنا أؤمن بما أقوم به وبما أقول وبقول عن كثير مرات مجنون يعني بالمفهوم الإيجابي. إذن ننهي بعيوبك الشخصية أبو أسعد. أنا حاد الطبع، طبع حاد و هادئ جدا حد الغضب. هذا انفجار الصمت المبالغ فيه أحيانا. انتهت حلقتنا اليوم مع ضيفنا الكريم محمد كناني. إلى اللقاء في حلقة أخرى مع ضيف جديد ودهاليز جديدة.